في أحد الأمرين ونسخ بعد أن كان يعني قطاع الفلاحة هو تحدي اقتصادي وفقط، فمنذ سنتين تحول إلى تحدي، بالإضافة إلى التحدي الاقتصادي أصبح تحدي يرتبط باستقلالنا، وأصبح تحدي يرتبط بسيادة هذا الوطن. من هذا المنطلق جاء نداء السيد الرئيس باتجاه قطاع الفلاحة محاولة منه من إدراج هذه الفئة في هذا التحدي الجديد من أجل الوصول إلى هدف أسمى ألا وهو الاكتفاء الذاتي. إن أحد الأهداف قد تحققت وأصبح الاهتمام بالمنتوج الفلاحي واقعا ملموس، وأن الفلاحة هي ملاذنا في كل الظروف. يرافق هذا التوجه حتما الاهتمام بالأرض الفلاحية، وبالتالي الحفاظ عن العقار الفلاحي من كل تبديد وتبذير وإنقاص، وبتوسيعه وتنميته يمكننا أن نرفع التحدي الغذائي حتى نتمكن من أكل ما تنتجه أرضنا الطاهرة، أرض الجزائر الأبية.